أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله ومن سار على طريقه بإحسان يوم الدين. في البداية السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم؟ كيف أمسيتوا اليوم؟ أخذنا مع بعض المحاضرات السابقة عن بيئة المنظمة، وأخذنا أقسامها وأخذنا أمثلة عليها وأخذنا كيف نتعامل معها. ضل عندنا آخر حاجة في هذا الفصل، اللي هي المنظمة الملتزمة بخدمة الزبائن اللي هم الكاستمر. كاستمر معناها مستهلك. ليش احنا لازم نهتم بالكاستمر؟ هو سبب ممتاز. اذا الكاستمر شرى مني بربح، ما شراش فيش ربح، اذا لازم نركز عليه. من هو الكاستمر؟ كل ايوه شخص لديه قدرة زائد رغبة، ممتاز، في الشراء. يعني القدرة هي يكون معاه فلوس لحتى يشتري، والرغبة حابب الشغلة هذه. انت معاكي مصاري في الشنطة في المحفظة، دخلت تشتري الشنطة ولا حاجة عجبتك. اذا هنا انت عندك قدرة ما عندكش رغبة ولا شيء عاجبك، ماشي، مش مستهلك. عجبتك الشنطة لكن طلعت غالية كتير، اذا عندك رغبة ما عندكش قدرة مالية، مش مستهلك. عجبتك الشنطة وشريتيها، مستهلك. اذا ليش المستهلك مهم؟ لانه هو سبب رئيسي في تحقيق ايش؟ الارباح. المحل اللي ما فيش عليه اقبال بيقفل، ما فيش عليه اقبال من الناس، ايش ماله؟ بيقفل خلص. المستهلك زي ما حكينا المحاضرة الماضية سيد الموقف. The customer is king. ما هي انواع المستهلكين او انواع الزبون؟ زي ما هو امامنا على السلايد، اما خارجي او داخلي. نقرا مع بعض، تفضلي. الزبون الخارجي وهو فرد او شركه تستهلك السلعه او الخدمه بشكل مباشر او تكون وسيط لمستهلك اخر. ممتاز. الزبون الخارجي اما يكون انسان واحد، انت رايحه تشتري شنطه، او شركه بتشتري من المحل عادي، يعني الجامعه عايزه تشتري اجهزه حاسوب، مستهلك. شراء سلعه او خدمه بشكل مباشر أو عن طريق وسيط. الوسيط هنا اللي هو موزع الجملة أو التجزئة، إما أجيب من محل أو أروح على المصنع إيش نفسه. إذا هو شخص أو شركة بتستهلك السلعة أو الخدمة. هنا بطلع لنا سؤال، ما الفرق بين السلعة والخدمة؟ سلعة زي شيء مادي، يعني أمر ملموس زي سيارة، غير ملموسة زي الاتصالات. السلعة بتكون ملموسة بينما الخدمة مش ملموسة، يعني بقدرش امسكها بيدي. القلم اللي في ايدي هذا سلعة، الجلباب سلعة، اللابتوب سلعة، السبورة سلعة، لأنها بنقدر نمسكها ونروح فيها. بينما الصوت خدمة، الإضاءة سلعة، ماشي، الجوال سلعة، لكن لما كلمت فيه مكالمة خدمة، خدمة الاتصالات، الرصيد مقابل الخدمة، واضح؟ بكون ملموس مش ملموس. قابل للتخزين، طبعا كيف نخزن الاتصالات؟ غير قابل للتخزين، ماشي. له تاريخ انتهاء الصلاحية، ليس له. يعني بتشتري مثلا عصير، بتطلع عليه بتلاقيه حينتهي السنة الجاية، خلص له تاريخ صلاحية معين ويخرب ونرميه. بينما الخدمة لا، ماشي. التقييم، التقييم بعد الاستخدام. انا ايش عرفني انه القلم هذا بكتب كويس؟ لازم افتح واكتب. زي ما تروح تشتري قلم تفتحه بتخربش على الدفتر. اذا لازم استخدم لحتى احكم. هنا لا، التقييم فوري
وانا بكلم جوال بشوف اذا كانت جودة المكالمة كويسة ولا في تشويش. لما سكر المكالمة خلص فيش تقييم. ماشي؟ اذا هنا التقييم اثناء الخدمة. هنا لا، بعد الاستخدام. واضح؟ اذا هذا الفرق بين السلعة السلعة اما جودز، الخدمة سيرفيس. الاثنين سوا برودكت، منتج. اذا المنتج الخدمة والسلعة، الخدمة والسلعة. النوع الثاني من الزبائن، الزبون الداخلي، افراد فرد، مجموعات عاملة شركة. تفضلي تفضلي. افراد ومجموعات عاملة في المنظمة يعتمدون في عملهم على بعضهم بحيث تنتج السلعة بشكل متتابع، بحيث يكون كل عامل زبون مستلزم للعامل الاخر. ممتاز. عندنا هنا ثلاث اشخاص، هذا قاعد في قسم التقطيع، وهذا التجميع، وهذا الدهان كراسي مثلا. كيف زبون داخلي؟ كلهم في نفس المصنع، نفس المصنع. ماشي؟ هذا محمد، احمد، علي. احمد بيستنى محمد يخلص وبيعت له السلعة، يبعت له المنتج يعني. إذا أحمد قاعد فاضي بس محمد يخلص، إذا أحمد بيستند على محمد، وعلي بيستند على أحمد. واضح؟ إذا سلسلة. محمد بيبعت القطعة لأحمد بجمعها، بيجي علي إيش ماله؟ بدهنها. هذا اسمه زبون إيش؟ داخلي. هذا اسمه زبون داخلي. لو محمد تأخر، أحمد حيتأخر، علي حيتأخر. واضح؟ إلها تعريف تاني. الآن موظفي شركة جوال، ما هم برضو معهم جوالات وبكلموا مكالمات، فهم يعتبروا زبون داخل لمين؟ لشركة جوال، لأنهم موظفين. واضحة ولا عيدها؟ إذا تعرفنا لغاية الآن على من هو المستهلك، تعريفه هو ليش مهم، كمان فرقنا بين السلعة والخدمة، وأخذنا مع بعض أنواع الزبائن. واضحة ولا عيدها؟ الآن لما تروحي على محل بوتيك، شو بتكوني حابة؟ في أخت فرح أخوها هاليومين ولا بلاش؟ الشهر الجاي بلاش، تقولي لي يومين مش هتلحق. بتدور على فستان للفرح. لما تخش أي محل إيش بيكون في بالها؟ عايزة تلاقي أحلى فستان سعره حلو حسب مقدرتها، وكمان لو عايز حاجات يتسلم ما يتأخرش. إذا ماذا يريد المستهلك؟ الكاستمر إيش عايز؟ ثلاث شغلات. واو واو، يعني حاجة فاخرة على الآخر، ونفس الوقت سعر أقل. عايزة تشتري أحلى فستان في السوق وسعر نونة، وكمان التسليم ياريت يكون فوري أحسن في الوقت المحدد. هدول ثلاث شغلات بده إياهم مين؟ الزبون. بده إياهم الزبون. طبعا بتحس إنه في تناقض، جودة عالية بالمنطق لازم يكون السعر شماله، سعرها فيها. المستهلك كونه بده يدفع، بده جودة عالية سعر أقل. واضح؟ إذا كأنه في تناقض صار في طلبات الزبائن. واضحة ولا عيدها؟ في أي سؤال؟ ننتقل الآن لأولى خطوات، لأولى وظائف الإدارة اللي هو التخطيط. قبل ما نحكي فيها، مين يذكرنا ايش وظائف الإدارة؟ أنا. ايش اللي أنا يا أبلة؟
تحكوش انا. معايا تفضلي. اي واحدة؟ تنظيم تخطيط توجيه رقابي. لا تخطيط. صور انه مش صح. انا يعني احنا قلنا هم 1 2 3 4 بجوش 1 4. هم دائرة. تفضلي. موضوعنا اليوم التخطيط. بلانينج. لما اشتق منه خطة بالعربي تطلع بلان. اذا بلانينج تخطيط. بلان خطة. ما هو التخطيط؟ اذا سؤال. عرفي التخطيط. ما هو التخطيط؟ أول كلمة أو أول جملة لازم أحكيها أولى وظائف الإدارة أو العملية الإدارية. نفس الفكرة. أول وظيفة من وظائف الإدارة هو السير التخطيط. إيش كمان؟ تفضلي. تحديد هو التحديد في الوقت الحالي للمستقبل. هو التنبؤ للمستقبل. أنا اليوم بفكر ايش اعمل بكره. واضح؟ اذا تفكير اليوم ايش حنسوي بكره اللي هو المستقبل. في كمان علماء ايش قالوا؟ ابداع. تفضلي. هو عمليه فكريه تعتمد على المنطق والترتيب. لا فوق الاول. هو تحديد اهداف منظمات. عندنا هدف زياده ربح الشركه بنسبه 10% خلال 3 شهور. طبعا شهور قادمة. هذا تخطيط. اريد الحصول على 97% في مادة الادارة خلال الفصل. هذا هدف. كيف حوصل؟ خطة. خطة. طريقة يعني. اذا نضع اهداف ونفكر كيف نصل الها. التخطيط التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل مع الاستعداد لمواجهته. استعد كيف ايش اواجه. عندنا كمان تعريف الناس اللي هنا. تفضل. اخر سطر. اوكي شكرا جزيلا. ايش التعريف اللي هنعتمده؟ نكتب مع بعض. اولى وظائف الاداره زائد عمليه ذهنيه يعني بتتم في المخ في العقل زائد تعتمد على 3 شغلات. استقراء الماضي يعني الاستناد على الماضي. دراسة الحاضر. يا ترى ايش حيصير بكرة؟ التنبؤ بالمستقبل. مالهم هدول؟ للوصول للهدف. للوصول للهدف. بأقل وقت وجهد وتكلفة وأعلى جودة. دائما يا اخوات الجودة اعلى حاجة. دائما الجودة اعلى حاجة. هذا اللي كتبناه سوا. اذا اول حاجة التخطيط. اول وظيفة في الادارة. ممتاز. تتم اين؟ في العقل. ولا بتخطط في المعدة؟ تتم في العقل. بتكوني ماشية رايحة على القاعة. انت مخططة تروحي على القاعة. تتم على 3 شغلات. الماضي، الحاضر، المستقبل. الثلاثة هذول مالهم؟ للوصول لمين؟ للأوبجيكتيف أو الجول. أنا لو جبت 60% في المادة ناجحة، ولو جبت 97
الاثنين ناجحين لكن واحدة احسن يعني 97 درجة بتقولي 97 60 بتتخبي ماشي. عشان كده الوصول للهدف له شروط ومواصفات. اقل وقت يعني عشان اجيب 97 اهلك حالي 24 ساعة بذاكر لا. اقل جهد واقل تكلفة ليه الفلوس واعلى جودة. واضح؟ استوعب وافهم يعني. اذا ما هي او ما هو التخطيط؟ هو اولى وظائف الادارة رقم واحد عملية في المخ تعتمد على ثلاث شغلات: الماضي، الحاضر، المستقبل. زي اغنية ماضي بلغة الاشارة، ماضي حاضر مستقبل، عشان نوصل للهدف باقل وقت وجهد وتكلفة واعلى ايش؟ جودة. بدناش نوصل لاهدافنا اي كلام، ناجحة في الجامعة بمقبول يا سلام وحش. هي ناجحة اه بس يعني ليش مقبول؟ واضح؟ اذا مين يقولنا شو هو التخطيط من غير ما يطلع على السبورة؟ انا تفضلي. التخطيط هو مش هي اللي هي الخطة هو عملية ذهنية تعتمد على استقراء الماضي ودراسة الحاضر وتنبؤ المستقبل والوصول إلى الأهداف بأقل وقت وجهد وعلى جهد. ممتاز. وقت وجهد وتكلفة. ممتاز. حابة تعيدي؟ تفضلي. تفضلي. هو أولى وظائف الإدارة هو عملية ذهنية تعتمد على استقراء الماضي ودراسة الحاضر وتنبؤ المستقبل والوصول إلى الأهداف بأقل وقت وجهد وتكلفة وعلى جهد. ممتاز. واضح ولا نعيده؟ سهل؟ بعد شوي ينسوه. سؤال: ما هي أسئلة التخطيط؟ إيش الأسئلة اللي بسألها لحالي في عملية التخطيط؟ ما تحكوش أنا بإحصائي بصحش يعني، ما أنا شايفة. بدي أرسمك يعني ما أعرفش أرسمك. إيش السؤال الأول؟ تفضلي. ما هو التخطيط؟ يا قبل ما تحكيش انا لو سمحتي. ما هو الكلام للجميع. ما هو التخطيط؟ شكرا. ماذا سنعمل اليوم؟ اذا اول سؤال بسأل نفسي عشان اخطط، ايش جدول اليوم؟ عندنا ثلاث محاضرات، عندنا سكشن، بدي اروح على السوق ابدل الجلباب، بروح على خالتي ازورها تعبانة. انا قاعدة افكر ايش جدول اليوم. طبعا مش لازم اقعد واكتب في ورقة وقلم، لا لحاله بيمشي لحاله. اذا مدى سنعمل اليوم. سؤال تاني، اي طالبة تحكي انا هخصم منها درجات. خلاص اتفقنا عشان ما تدوهاش تاني. اين نريد الوصول؟ شكرا. متى سنبدأ العمل؟ انا لما قلت ماذا سنعمل اليوم اللي هو انا على وين حوصل. متى سنبدا العمل؟ من المسؤول عن العمل؟ انا اللي حروح ابدل الجلباب ولا اختي ولا الوالده؟ بدنا نشوف من المسؤول عن العمل. ما هي مستلزمات العمل؟ اروح بمشي ولا بمواصلات؟ بدي ادفع فرق سعر ولا في الشيء؟ مستلزمات لي الموارد يعني. اخر حاجه، متى سننتهي؟ ساعة 4 ان شاء الله بكون مروحة. الوقت المستغرق. اذا ماذا اللي هي الهدف؟ متى؟ وقت ايش ان شاء الله حتروحي؟ من 3 لـ 4 بكون مروحة. مين اللي حيروح، انت ولا اختك ولا صاحبيتك؟ حتروحي محتاجة مصاري سيارة ولا حتروحي ماشي؟ هذا كله تفصيل. متى ان شاء الله؟ متى حتخلصي ولا حتروحي طول اليوم؟ يعني انت بتيجي على الجامعة 8 بتكون عارفة حتروحي 2 1 3، بتكوني عارفة. واضح؟ اذا هذه الاسئلة بنطرحها على انفسنا لحتى نخطط. واضح؟
طالبة قالت بدي أسجل في الجامعة، كويس. أكيد أنتوا لما خلصتوا توجيه بدأتوا تحطوا خطط لدخول الجامعة. عشان أسجل في الجامعة لازم أكون ناجحة في توجيهي. الآن توجيهي بالنسبة لكم أصبح من الماضي. اتصوروا قبل يومين كان مهم وخطير، الآن صار ماضي، صار ذكرى. جبتي معدل عالي تدخل الجامعة إن شاء الله. طب أي جامعة فيهم في البلد؟ طب شو الكلية؟ طب أنا أصلا ليش بدي أدخل جامعة؟ إيش الفائدة يعني؟ طب أنا بدي أخذ شهادة زي البنات، خاص بدي أنا هدفي أخذ شهادة. طب الشهادة بتاعت إيش يكتبولي فيها؟ مقبول ولا جيد ولا امتياز ولا أنا إيش بدي يكتبولي؟ كل هذه بنسميها إيش؟ أهداف، بنسميها أهداف. واضح؟ سؤال، عللي خطورة غياب التخطيط. ليش لو فيش تخطيط الأمر خطر؟ خطورة غياب التخطيط. نفكر سوا. ممتاز. ايش يعني فيش هدف؟ لو جبناها بشكل فصحى، غياب التخطيط هنكتبها باللون الاخضر الاحمر عشان اشي خطير. العمل عشوائي، لا خططت ولا حاجة، راحت على السوبر ماركت جابت لبن وعصير وروحت، تذكرت انه هي ما عندهاش سكر، رجعت تاني على السوبر ماركت جابت سكر، لما وصلت البيت تذكرت انه هي عايزة ملح، رجعت مرة تانية كم مرة حتروح وتيجي. طب هي لو قعدت وسجلت على جوالها ولا في ورقة، هل حتهدر وقت وجهد وتكاليف رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية؟ لا. لما ضلت رايحة جاية هذا اسمه عشوائية، هي مكركبة. واضح؟ ما هو وقت وجهد وتكلفة مصاري وفيش جودة أصلا، رايحة جاية طول اليوم. هذا عشوائية يعني مش مخطط، فوضى. هي أصلا مش عارفة ايش بتسوي. اتفضلي. أنت بتصير معك زي هيك؟ انا فكرت انه انت بدك تحكي عن نفسك يعني رايحه جايه رايحه جايه. ذكرينا باسمك. سميه. الان سميه راحت تشتري الباب وشنطه وشرب، جابت الباب وروحت، ايش ناسيه؟ رجعت تاني حطت الباب ورجعت على المحل جابت لي الشرب وروحت، كم مره رايحه جايه هي؟ طب لو مسجله في ورقه او اذا بتحفظ مرة واحدة، هو هالمشوار حتروح تلمهم وتروح. إذا فيش تخطيط معناها في عشوائية في الشغل، خرابيش، حياتهم خربشة. واضح؟ ما هي هذه مخاطر، هذا أصلا إشي مش بسيط. اثنين، تفضل. الاستعداد، عدم القدرة على الاستعداد، مش مستعدة لحاجة. الأسبوع الماضي قلنا يا جماعة في كويز، للمستقبل في كويز. هي بتدريش، فمش هتخطط تذاكر. إذا هي مش مستعدة للكويز. واضح؟ إذا العمل عشوائي، فيش استعداد، فيش تنسيق. غياب التنسيق. إهدار الموارد. ومن ضمنها الجهد، رايحة جاية رايحة جاية. اوكي. القرار ارتجالي، على البركة، شغل البركة بيمشيش. ماشي، من غير تفكير بتتخذ القرار، يعني بتحكي الكلمة بعد تقول يا ريتني ما حكيت. طب انت ليش ما فكرتيش قبل؟ واضح؟ فما بالك لما يكون شغل مؤسسات. اذا ما هي خطورة غياب التخطيط؟ العمل بيكون فوضوي، عشوائي معناها فوضى. عدم القدرة على الاستعداد لمواجهة المستقبل، ماشيين هيك. القرار التجاري معناها مش مدروس، اي كلام. فيش تنسيق، كمان اهدار لايش؟
لا الموارد. واضحة ولا عيدها؟ التخطيط الإلكتروني جاي من الإدارة الإلكترونية. شرحنا. مين يقرأ لنا؟ أنا. مين قال أنا أخصم منه درجات؟ من كثر الدرجات بدي أقعد أخصمها. لو سمحتوا رجاء ما تحكوش أنا. تفضلي. شكرا بارك الله فيك. التخطيط التقليدي اجيب ورقه وقلم واقعد اخطط. التخطيط الالكتروني لا، بناء على البيانات الالكترونيه اللي بتجيني من الحواسيب بناء عليها ايش بعمل الخطه. التخطيط كان من اعلى لاسفل، الان صار بنفس الخط، الجميع بيشارك في ايش في التخطيط. احنا عندنا ماده الفصل القادم ان شاء الله اداره الكترونيه، بناخذ الكلام هذا براحتنا. ما هي خصائص التخطيط؟ سؤال صح وغلط. من خصائص التخطيط أننا نخطط للماضي. بتخططي حضرتك امبارح ايش تسوي؟ لا مش جاية، ما هو امبارح خططنا له اول امبارح. تفضلي. احنا هنخطط امبارح لليوم واليوم لبكرة والشهر للشهر القادم وهكذا. اذا اول خصيصة من خصائص التخطيط فيوتشر ان هو بركز على المستقبل. واضح؟ بنحط الخطة وبنشوف احنا كيف بدنا ننجز. خطتنا بتقول نهدف لزيادة ارباح الشركة الى 10% خلال الشهر اللي هو اكتوبر القادم. اهدف الى الحصول على درجات كاملة في الامتحانات النصفية. هذا هدف. يا الامتحانات لسه جت؟ لا بس على بور. شهر 10 عدوا اجا. اذا اول حاجة بنفكر المستقبل، ايش بدنا نعمل، ماذا نحن فاعلون وكيف، ماذا وكيف. الاسئلة طرحناها مع بعض ماشي. اذا من خصائص التخطيط انه مستقبلي وليس ماضي. اعيدها. اثنين، توقعي. افرض. تنبؤ. ايوه تنبؤ، ممتاز. ماذا لو حدث؟ لو حدث، ماذا لو حصل؟ لو لا سمح الله صار زلزال. ايش حنعمل؟ الله يرحمنا يا ابله. ماشي.
انا بقضي بالصورة بس، ايش بدنا نعمل؟ ولا حاجة. اذا لقينا حدا يترحم علينا كويس، او اذا لقينا منتجات حد تصير نقدر. ماذا لو هناك منافسين طلعوا لنا جديد؟ ماذا لو اغلق المعبر؟ ايش بدي اعمل؟ معبر تجاري وانا بجيب مواد خام، ايش بدي اسوي؟ اذا بيبدا الانسان يتوقع حاجات. اذا كان زلزال خفيف، الزلازل متكيف معها، متكلمش عن الزلازل لا سمح الله الجبارة 7-8 ريختر، هذه بتنهي الناس. زي اليابان، اليابان منطقة زلازل كل يوم الثاني زلزال، فصاروا لما يبنوا البنايات يبنوها من تحت الارض لفوق، فبيكون عندك 3 طوابق تحت 6، عساس لو اجى زلزال ما يضربش المبنى اللي فوق، واضح؟ وفي مباني كمان ضد الزلازل، هنتكيفوا. لكن لا سمح الله لو مش منطقة زلازل وصار فيها زلزال فجأة زي ما صار في تركيا وسوريا أو المغرب، واضح؟ توقعي أتوقع إيش بده يصير وأجهز حالي. يمكن دكتور المحاسبة يقول في كويز، يمكن دكتور المحاسبة يحل معنا سؤال من المحاضرة الماضية، بتتوقعي إيش حكالكو؟ عخير إن شاء الله. هذا المقصود بالتوقع اللي هو التنبؤ، يمكن يحصل حاجة. المحاضرة الساعة 8، لو ما طلعتش بدري يمكن أتأخر عشان الزحمة أو أتأخر عند الأسانسير، هنا قاعدة بتوقع أنا إيش حيصير. الخصيصة الثالثة يعتمد على القرارات والإجراءات، بنحتاج نتخذ قرارات متلاحقة لحتى نقدر نواجه المستقبل. الخصيصة الرابعة زي ما لاحظتي كل كلامنا عن الأهداف، التخطيط مرتبط ارتباط قوي بالهدف، كيف أصل للهدف. آخر حاجة طول ما الإنسان عقيد الحياة بيخطط. بتعرفوا أنه التخطيط بالفطرة كيف؟ مش شرط أنا أخذ دوات عشان أخطط، الإنسان يولد مخطط رهيب. الآن عندكم في البيت ولد صغير عمره 2 حاطط عينه على جوالك بده يلعب فيه طول، والجوال في ايدك هو ساكت، شافك رحت تتوضي ولا دخلت تصلي بروح ماخده ولعب فيه. هنا هو خطط ماشي، خطط بشكل انه ياخذ الجوال يلعب فيه وانت مش هتكلميه. وقتش مش هتكلميه؟ يا رايحة تتوضي يا قاعدة بتصلي الله أكبر، فبتلاقيه نازل إيش يعمل نفسه فيه. نفس الشيء إذا التخطيط بكون بالفطرة، مين قاعد أعطاه دروس في التخطيط ولا قال لحاله؟ نفس الشيء لو شاف حاجة مثلا شوكولاتة أنت رفعاها جايباها إلك هو مش طايلها، بروح بجيب كرسي بطول لا لسه، بروح بجيب مخدة، بضل يجيب حاجات لغاية ما يوصل إلها وياخدها. هو هذا اسمه تخطيط أصلا. إذا التخطيط بالفطرة، لو ما خططتش إنه ياخذ جوالك وأنت بتصلي عمره ما حياخده، بس الفرصة الوحيدة إله إنه يلعب في الجوال براحته وأنت بتصلي، مش حتقطع الصلاة عشان الجوال يعني، ولا تحط الجوال في إيدك وأنت بتصلي، مش ظابطة. خلص واضح إنه قاعد إيش؟ بخطط. إذا التخطيط عملية بتتم بفطرة الإنسان، زي القط. البسة الآن لما تكون حامل وبدها تجيب بسس، وليش تجيب البسة؟ أنا بعرف بسس، بتلاقيها بتلفلف على مكان تجيب فيه تجيب أولادها فيه، تخطيط هذا، وبتدرس المكان والبيئة وبتنشن على الخزانة بتروح تقعد فيها. إذا التخطيط بالفطرة، واضح؟ عيدها تاني. ما هي فوائد التخطيط؟ حكيناها اثناء الشرح. تفضلي. يسهم في وضع اهداف واضحه للعمل. ويحقق التناسق بين الاهداف المتعدده ويزيل التعارض المحتمل بينها. 3 يسهم في كشف والتعرف على مشكلات المستقبل التي قد تعترض سير العمل. 4 يساعد في ترشيد النفقات ووضع ضوابط للاستخدام الامثل للموارد المتاحه للمنشاه.
5 يسهم في الرقابة على العمل من خلال المقاييس والمعايير الرقابية للأداء التي تعتمد على الأهداف الموضوعة. 6 يساعد في وضع برامج زمنية محددة تتضح فيها مواعيد البرنامج وانتهائه. 7 يساعد التخطيط على تنظيم العمل. ممتاز. في أي واحدة فيهم مش واضحة أشرحها؟ حكيناهم أثناء شرحنا. طبعا بالنسبة للرقابة انت حكيتي انا حجيب في المادة ان شاء الله 97، جبت في النصف لا سمح الله 10 من 25. لو عندك رقابة حتلحقي حالك وتحسن الوضع، لو ما عندكيش حتحمل المادة. اذا التخطيط والرقابة زي ما حنشوف توأمان لا ينفصلان. عندي خطة لازم اراقب عليها، التزمت ولا لا؟ بصبصش نحط خطة ونقعد، لا. حكيتي انا اليوم ان شاء الله حروح على البيت بعد ما ارتاح واصلي وابصر ايش بدي اذاكر للكويز المحاسبة من الساعة 6 للساعة 8. هذا ايش؟ هذا الخطة. طب انت عملتي هيك ولا ما عملتيش؟ بدك تراقبي نفسك، هل انا التزمت ولا لا؟ هذه فوائد الرقابة. ناخذ نفس بس. لما انا قلت ناخذ نفس معناها هذه خطة، انه احنا نريحكم شوية مش كل ورا بعضه. حاضر يا بلا، والله في بالي. حاضر. اللي بسمع بقول راحوا على المحاضرة الثانية ولسه بحلوا في سؤال، تخافيش يا بلا. ليش شغلين بالكو؟ بس يا بلا انا فاتحه ملف قديم على فكره، ما عنديش تخطيط والله. صورني عارفه، اعانكم الله. اعتقد هذه اللغه الصعب. ادم وحواء؟ كيف ابن ادم انولد قبل ابوه؟ لا لا، ادم نفسه. ادم لا بتجيش، انا بصراحه مش عارفاها. يعني ممكن اصلا ادم ملوش ام. يا جماعه هابيل ابن ادم، فكيف هابيل ولد قبل ادم؟ فكروا فيها ممكن تلاقي الحل. هذا مثل. أعطي الخبز لخبازه حتى لو أكله كله. ممتاز. ما شاء الله الواد الصغير ركز معنا الآن. حليته هذه؟ هو انا كل حاجه انا؟ هاي واحده كمان، هذه حليتوها؟ عشر اختلافات. لسان التعبان اثنين، الاسد ثلاثة، الشمس اربعة، التور خمسة، القرد مش عامل حاجة، الشجرة ستة، ديل القرد سبعة، حكيناها الشمس. حكيناها حكيناها الشجر. الغيمة 8، حكيناها لفعة، حكيناها دي 8، ضل 2. هذا هذه 9، ضايلة واحدة. اللون لا هذه انف، صح هاي 10 صح.
ممتازين. أول مرة حلوة. هذه شفتوها؟ ما شاء الله، هذا اللي انتم حافظينه في المحاضرة. أما غير كده يفتح الله، لا سمح الله. هذه أخذناها؟ لا. انت جاية تنامي. لا إله إلا الله. جسمك بيقول ممكن ننام، قلبك بيقول يلا نفكر في الماضي اللي في التخطيط هذا، عقلك يلا نفكر في حاجات مستحيلة، يلا نغزو الفضاء. معدتك أو بطنك إيش بيقول؟ أنا نفسي في بطاطس محمر. أنت إيش بتقولي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. مش عارفين ننام. واضح؟ نرجع للمحاضرة. طرحنا سؤال، ما هي تايبس تبع التخطيط أو أنواع التخطيط؟ جوالك يا أستاذ. أول حاجة التخطيط حسب التايم أو الزمن. من اسمه؟ تفضلي. تفضلي. تخطيط طويل الأجل وتخطيط متوسط الأجل وتخطيط قصير الأجل. شكرا. إما تخطيط أكثر من 3 سنوات أو سنة طويل الأجل، يعني إن شاء الله بعد 3 سنين ونص أنا هتخرج من الجامعة، هذا طويل أجل. أو متوسط الأجل من 1 لـ3. إن شاء الله أنا السنة الجاية بتخصص إدارة أو محاسبة. أو قصير الأجل من يوم لسنة. إن شاء الله لما أروح البيت حذاكر محاسبة، هذا قصير الأجل. بكرة إن شاء الله بدي أروح أنا وصاحبتي نغير جو. بكرة قصير الأجل، ماشي؟ وهكذا. إذا إما طويل الأجل زي طويل الأجل، زي رؤية 2030 للسعودية، أو رؤية 2040 لعمان، سنة 2040، سنة 2040. لا هذه موجودة، هذه خطط طويلة الأجل، يعني في 2030 إحنا هنكون كذا، ماشي؟ هذا المقصود فيها. في 2040 إحنا هنكون وصلنا لمستوى معين في الاقتصاد أو في السياسة أو في الاجتماع وهكذا، هذا طويل الأجل، لأنه إحنا في 2023 هم حاطين خطط ل 2030، يعني لسه ضال 7 سنين، ماشي؟ المفروض لما يوصلوا السنة هذه يكونوا خلصوا وتطلع أفكار جديدة. هنا في عمان 2040، كمان 10 سنين، أكثر من هنا ب10 سنين، هذا بنسميه طويل الأجل. عندنا متوسط الأجل، خطة قسم التسويق أو المالية، إيش الخطة بتاعتهم؟ قصير الأجل برنامج يومي، أنت حاطة برنامج ليومك، إيش تسوي اليوم؟ أحضر محاضرات، أعمل وأسوي، هذا اسمه هذا اسمه إيش؟ قصير الأجل. واضحة؟ ما المقصود باللونج تيرم؟ طويل الأجل لونج تيرم. مين يقرأ لنا؟ تفضلي. ممتاز. خطة استراتيجية بنسميها، هندرسها إن شاء الله المحاضرة الجاية. خطة استراتيجية، لما أنا قلت المحاضرة الجاية هذا اسمه تخطيط، ماشي؟ لا المحاضرة الجاية قصير الأجل، الاستراتيجية طويلة الأجل. بكون موجز هنا في الخطة طويلة الأجل، بفصلش يوم كذا هعمل كذا، لا بعطي لمحة وبضل ماشية، بكون خطوط عريضة زي ما هنشوف. متوسطة الأجل middle term،
منشقة أو منبثقة، مش منشقة معناها طالعة لحالها، لا منبثقة من طويلة الأجل، وهي مفصلة. نبدأ نفصل هنا، نبدأ نفصل، واضح؟ طبعا بيقول لي أكثر دقة وأقل عرضة للتغير مقارنة مع الخطة طويلة الأجل. هنا منشقة من متوسطة الأجل زي ما انت شايفة، كل واحد بيعتمد على اللي قبله. وأكثر تفصيل، ايش هنسوي اليوم؟ بكون تفصيل. ايش هسوي بكرة؟ تفصيل. زي جدول يومي او خلال الاسبوع او خلال الشهر وهكذا. اذا مين بيستند على مين؟ قصير الاجل بيستنى على بيستند على المتوسط، المتوسط على الطويل. مين اكثر تفصيل؟ قصير الاجل اكثر تفصيل من المتوسط، متوسط اقل تفصيل من طويل الاجل. واضحه ولا عيدها؟ اقل تفصيل قبله. اعيدها. اذا القاعده طويل الاجل بعدين متوسط بعدين ايش؟ قصير. هذه حكيناها. احنا ما كنا تو نحكي، لا لسه في قبلها في رسمه، مش هنا ما بعرف شو رايحه. في رسمه عندك في السلايد؟ سؤال، وضحي بالرسم نرسمها سوا. كيف نحقق التكامل بين أنواع الخطط حسب الزمن؟ كيف، وضح بالرسم كيف نحقق التكامل بين أنواع الخطط بالرسم؟ لا هنا الزمن، هنا الهدف. هستخدم الألوان. زي ما تو شرحنا، كل واحد بيستند على الثاني، كل واحد ايش؟ بيستند على الثاني. طويل خطوط عريضة، مفصل شوية متفصل، متوسط مفصل جدا قصير. الآن نقطة الانطلاقة في وضع الخطة بتكون طويلة الأجل، بعدين متوسطة، بعدين قصير. لكن في الإنجاز العكس. نكتبها. نكتب مع بعض. نضع الخطة طويلة الأجل بناء عليها متوسطة، بناء عليها قصيرة. طيب إنجاز الخطة قصيرة الأجل بصير عندي إنجاز للمتوسطة، هيك بأنجز طويلة الأجل. إذا لما نكتب الخطة طويلة الأجل بناء عليها المتوسطة، بناء عليها القصيرة. لكن لما ننجز ونحقق أهدافنا القصيرة بعدين الطويلة بعدين المتوسطة بعدين الطويلة. واضحة ولا عيدها؟
مش سامعة. شو هي رسمة دفترة؟ مالها؟ هذا كيف لما نكتب؟ لما نكتب الخطوط الطويلة بتكون عفوا الخطة الطويلة بتكون رؤوس أقلام. عامة، كلام عام. بعدين ببدأ أفصل شوية في المتوسطة، بفصل بشكل كبير في القصير. واضحة ولا عيدها؟ سؤال: اذكري مثال على تعارض الخطط. هاي عندنا الهدف، اوكي؟ الاصل الخطط طبعا السهم القصير قصير الاجل، واللي جاي في النص متوسط، واللي طويل طويل الاجل. هذا اسمه تنسيق. في خطط مالها متناسقة. صار عندنا ايش هنا؟ تعارض. عارضوا بعض. سؤال: اذكري امثلة على تعارض الخطط. مدير المخازن على سبيل المثال، مدير المخازن رأى مساحة فارغة فقرر بناء مخزن. مخزن. وفي نفس الوقت مدير الإنتاج رأى نفس المساحة فقدر شراء آلة ووضعها في المساحة. إيش رأيكم؟ هنا تعارض، نبني المخزن ونحط الآلة، صار مشاكل هنا. هنا غاب التنسيق. غاب ايش؟ التنسيق. نطرح سؤال ونجاوب المحاضرة الجاية ان شاء الله. هذا خطة قصيرة الأجل. وضحي انواع التخطيط حسب المستويات الإدارية. وضحي انواع التخطيط حسب المستويات الإدارية. في اي سؤال؟ أي سؤال؟ يعطيكم العافية.